يا والدي أحببكما ربي عظيم المكرمات لكما من الحب الجذور مع الفروع المثمرات علمتماني كيف أحيا في ظلال مورفات في دوحة القرآن في أخلاق أستاذ الدعاة فيها المودة والمحبة والتحايا الدافئات يا والدي يهنيك علمك نافعا ومؤثرا إذ تمزج الترياق بالدعوات يغدوك أوثرا يا رب ملهوم في أتاك بعسره فاستيسرا بالبشر تلقى الكل يا بنته مثلك لم أرى أماه أنت الحب والرحمات من ربي علينا لو أبذل الروح الدماء فداك ما وفيت دينا بردت غيثا هانئا إن نزلت متى وإليك تأوي المفردات فتكتسي شكلا ولونا أدبا وعلما نافعا عملا وإحسانا وحسنا لكم الوفاء ولست أوفيكم فيا رباه زدني عمرا بظلهما ورضهما علي لترضى عني.